السلام عليكم. بسم الله، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو راح اعطيكم فيه معلومه عن طريقه تنظيف اشطار البادجي اقل من دقيقه واحده. راح اعطيكم معلومات بعض المعلومات كيف فيكم تعتنوا بالفراغ وايمتى تحسنوا تفهموا الفراغ. لكن قبل ما نبلش هالفيديو اتمنى تعملوا لايك واشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس وتعليق تحت بسيط اي دوله انتم عم تتابعوني. هاي الشغلة بمجرد وصلنا 15,000 مشترك راح اطلع زوج كوكتيل ببلاش. خلينا نبلش فيديو يلا. هلا قبل ما نعطيكم المعلومات وكيف فينا ننظف العش، بسم الله ما شاء الله، هاي الازواج، هاي الزوجة كم واحد، الانثى لسه ما حطيت بيضة، بس مثل ما ملاحظين في انتفاخ، وهذا الزوج رقم اثنين. الفراخ ان شاء الله قرب تنفطم، هي راح نشوف ناقص، راح نشوفه نشوف صحته. بسم الله ما شاء الله، الوانات تركيبات حلوة، راح نروح للزوج اللي بعده. كان هذا الزوج رقم ثلاثة، حيث لونهم خلطة الباطي مع الجزل، بس بصراحة عم يصير عندي شوية مشاكل، يعني في بعض الأزواج عم تقتل الفراخ، في منها عم بطلب تزاوج الذكورة فعم يدخل على العشاش وبيقتلوا الأفراخ. فالشي راح أسوي راح أخفف من الأزواج، راح أعيف بس عندي أربع أزواج، ولدول الأفاصيل الكبار راح أحط فيها أنواع يعني تانية، يعني مثل الجوز والكوكتيل وبعض الأنواع. هذا اللي هو العش اللي راح أنظفه، مثل ما ملاحظين في تحته يا ثلاثة يا أربعة أفراخ. راح ننظف لهم العش، يعني مثل ما ملاحظين الوسخ اللي داخل العش شي مو طبيعي. في هذا الشي بدي ليكون في فاش ويكون في امراض كتيرة، يعني الفراخ يعني مو سبحان الله يعني ما فيها حيل، مهما جيتها في راسها في الارضية العش. وفي فضلات يعني بصير في معهم جراثيم، فيفضل تحطوا بالعش، يكون في عندكم عش احتياط، درج بلاستيك يكون، تحطوا فيه اللنشات الخشب، تنقلوا الأفراخ خلال ثواني بترجعوها عند الأم والأب بدون أي مشاكل. هاي بسم الله ما شاء الله أربع أفراخ. هاي هون الكتكوت الصغير ماكلينه أهله منيح. بالنسبة للاعتناء بالفراخ، فيكم تطفوا العش كل مدة 10 أيام، تطفوا العش إذا كان عدد الفراخ 7. وبالنسبة لمدة فطام الفراخ بنفطمه بعمق 30 إلى 35 يوم كحد أقصى. ويفضل يكون في عندكم خلطة التأكيل اليدوي، إذا في عندكم فراخ أهلية ما طلعت عليها فيكم أنتوا تطلعوا عليها وتغيبوها وتساعدوا الأهل. ولازم تقدموا لهم البيض بالبقسماط وخلطات اللي مثل هي الواطي، وما تلعبوا بالافراخ. هلا انا هذا الفيديو ان شاء الله هذا اخر فيديو فتح العشاش بسويه، لانه بصراحه والله انا بنضق، يعني عم بفتح العشاش الازواج عندي عم تطل الفراخ، عم بصير عمليه كبس بيض تاكسي بيض، اوقات في ازواج ما عم بتطل فراخها. فلذلك يعني بإذن الله هذا آخر فيديو بفتح فيه العشاش، راح أسوي فيديو فتح العشاش كل مدة شهر كحد أقصى، لحتى أنا يعني أنا ذاتا أنا يعني صاحبن ما عاد أفتح له العشاش، لأنه هذا الشيء عم بيأثر على الطيور على عدم الإنتاج، يعني عم بطلعوا فراخ وكل شيء على 24، بس وقت اللي بيضوا عم بكسروا البيض من خوفهم من فتح العشاش ومن الكاميرا خاصة. يعني كاميرا التصوير عم بتنزعوا منا وعم بصير معهم حالة من الخوف، يعني مثل ما انتم بلاحظوا عم بفتح متعودين علي شخصيا، بس انا وقت عم بفتح العش وبايدي كاميرا عم بشوفوا انه في آلة عم بيستغربوا منا. فلذلك ما عاد افتح العشاش، وفي كتير من المربين يعني انه كان عندهم انتاجهم كله تمام بعد ما فتحوا قناة على اليوتيوب، صار في عندهم اشتراكات والمتابعين يقولون صورونا فتح العشاش، صوروا فتح العشاش، يسووا فتح العشاش اخر الموسم
ما بطلع عن جيل 2003. هلا مثل ما انت شايف عندي انا 7 ازواج، كل الازواج ما بطلع تحت حوالي 30 فرخ بين الفرخ والبيضة، يعني لازم يكون عدد اكثر من هيك بكثير. فهذا الشيء فتح العشاش بأثر على الأزواج. فهذا آخر فيديو إن شاء الله بفتح فيه العشاش، بعطيك عنه معلومات وإيش الطلب بس من دون فتح عشاش. مثل ما شايفين بسم الله ما شاء الله الذكر عم يطلب تزاوج. شو بتحبوا أحكي عن فيديوهات قادمة؟ خبروني تحت في التعليقات. بس وصلنا 15 ألف مشترك بأقرب وقت، هذه زوج كوكتيل ببلاش. فكل عليكم تعملوا لايك واشتراك وتخبروني أنتم من أي دولة تتابعوني. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. الله فينا لكم وتضلوا بخير وبشوفكم. وإذا في عندكم أي سؤال خبروني تحت في التعليقات. الله بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.